ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة مختلفة جدا، فقرة بعنوان فنيات. فنيات في كل حاجة، بس احنا اختصينا الفقرة دي فنيات في التصوير. معايا صديقي وزميلي المجتهد المكافح، بدأ من الصفر لحد ما وصل اللي هو فيه، معايا المصور الفوتوغرافر كريم محمد. كريم، برحب بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كريم. كريم، في البداية عرفنا على نفسك. اسمي كريم محمد، من المنوفية، 23 سنة. عايز اعرف منك يا كريم، ازاي ابتديت مشوار التصوير، وابتديت برينج كام في التصوير؟ بدات في مشوار التصوير ده كنت بصور بالموبايل في الاول كده، وبعد كده طورت الموهبه وجبت كاميرا، اشتريت كاميرا كانت فرنج 8000 تقريبا. حد ساعدك في البدايه؟ لا، ما فيش حد ساعدني، بس اهلي دعموني طبعا. وفي بدايه التصوير ده يعني واحد صاحبي كان بيدعمني وكان بيساعدني جامد، اسمه احمد قطب، ده ليه فضل كبير برضو عندي. بعد ربنا طبعا. اكيد طبعا طبعا. كمان معانا فنان، يعني انا بشوف اللي يقدر من خلال صورة يجسد انفعالات ومشاعر ده يبقى فنان. معانا زياد العزاء، صح؟ اهلا بك يا زياد. زياد، انت برضو صغير في السن، انت كم سنة؟ 21 سنة. اهلا بيك. بص، احنا هنشوف السيشن، انا هبتدي من الاخر مش هبتدي من الاول. هنشوف هنشوف انت عامل سيشن قوي جدا مع شان، كانت معانا في الفقره الاولى، وعايزاك تقول لي ليه اخترت الموضوع وعملته ازاي، الصور دي جت ازاي كده. قبل ما تصور تتعرض ابدا لنا الدخله من الموضوع. موضوع السيشن عن ايه؟ موضوع السيشن عن لان الانفصال في حاله. صور معانا دي بدايته، صح؟ تمام، دي بدايته. اشرح لنا كل صوره كده فوقها. دي اول صوره في السيشن، بدايتها في ان في زي خناق وفي طفل في الصوره، فالطفل محاط بين الشخصين ومحدش عاطيله زي اهميه او محدش يعني عامل حسابه. والصوره الثانيه، الصوره الثانيه ده انفعال الاب على البنت، فده بيجسد لها شخصيتين. هي هنا لوحدها، يعني هي هنا حسيت بقى ان هي لوحدها ومفيش حد معاها. وده بقى الصوره الثانيه اللي هو هي في النص ما بين شخصين، ضايع بين حد الاتنين. ضايع بين شخصين، كل واحد عاوزها. بالظبط. الصوره الثالثه هي بتشوف نفسها قبل المشاكل او في مرحله معينه، وبعدها وبتشوف نفسها في المرحله اللي هي فيها دلوقتي. تمام. والصوره الصوره دي اللي هي بتبص على بابا وماما، اللي هو انا مش لاقي حد. دي صوره هي هربت او بمعنى صح مشيت وسابت، لدرجه ان هي سابت اللي سابت لعبتها كمان. أيوة. خلاص ماشي فارق. طيب زياد، ليه اخترت مواضيع زي دي؟ يعني مثلا ما قلتش ليه انا خليني في حاجات بسيطه مثلا، فليه اخترت مواضيع كده؟ انا حبيت ان انا اعرض قضيه على شكل صوره، عشان الصوره طبعا بألف معنى. حبيت ان انا يكون ليا كرأي بالوجه النظر بتاعي، اللي هو بوجهه نظر الفنيه. انت شايفها ازاي؟ يعني انت انا شايف ان دي مشكله بيواجهها المجتمع، في ممكن 50% مثلا من المجتمع بيواجه المشكله، ومفيش حد بيعمل حساب للاطفال مثلا. كله في ناس كتير بتدور على نفسها. الطفل نخلي بالنا ده يكون اهم حاجه. والتعابير فعلا باينه جدا. أيوة. يعني ما شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله. فكره، قبل ما اسالك السؤال عايز اعرف رايك، بما انك برضو مصور وفي نفس المجال عايز اعرف رايك. لا انا بشجع زياد جدا وبحترم على الفكره اللي هو قدمها ديت، يعني حاجه حلوه جدا ما شاء الله، وبالتوفيق دايما يا زياد. طيب كريم، عايز اعرف منك وانت رايح سيشن تصوير، انت تقريبا بتبقى استوديو متنقل، يعني كان في زمان استوديو اللي عايز يتصور يروح للاستوديو، احنا اللي بنروح للاستوديو، دلوقتي انت تقريبا بيبقى معاك معدات استوديو متنقل، بتروح السيشن مثلا فرح، تبقى في وسط اهل العريس وفي وسط اهل العروسه تقريبا لوحدك غريب. بتلاقي مثلا زي ما بقولوا كده كل مهندسين ما فيش عمال، حد مثلا بيقول لك راي، بتاخد الراي ده ولا بتركن الراي على جنب؟ لا اكيد طبعا بسمعه، لو الراي ده هيفيدني فبنفذه، مش هيفيدني طبعا بسمعه طبعا، بس مش هقول لا مش هحرجه يعني. أيوة. بسمعه وبتقبل الفكره منه وخلاص يعني عادي. احساسك وانت رايح سيشن مثلا وليكن على سبيل المثال ب 5000 زي سيشن ب 500 جنيه؟ اكيد لا طبعا، بتفرق جدا في المعدات والتيم اللي هيكون موجود
والباكج دي اصلا اللي العريس بيحجزها. بيبقى معاك مساعدين طبعا؟ اكيد طبعا بيبقى معايا كل حاجه السيستر. بتعملها بتكلف معاك معدات اضاءات؟ اكيد ايوه كل حاجه اكيد طبعا. مش عايز اسالك كام سؤال؟ انا عايز اسال كريم، انت سايب لي حاجه؟ اسال كريم، احنا عايزين نشوف كريم كده. كريم احساسك ايه وانت مثلا يعني هل مثلا تصوير سيشن افراح زي سيشن مثلا عيد ميلاد زي كابلز زي سيشن شخصي مثلا، هل بيختلف؟ بتبقى مجهز مثلا للموضوع ده مختلف عن ده ولا بيجي تلقائي كده؟ اكيد طبعا بكون مجهز، بجانب مثلا لو الشخص اللي قدامي مثلا ده روحه بتكون حلوه ده بيفرق معايا جدا في الصور. في الصور مثلا تلقائيه الصور دي كلها فبتفرق معانا جدا. تمام. زياد بقى، بما انك انت بادئ من زمان تقريبا، بادئ بقالك 5 سنين، بادئ وانت في دراستك، عايز اعرف منك ازاي كنت بتنظم وقتك مع التصوير؟ يعني كلنا عارفين اساسا او الناس الفوتوغرافر هم اساسا عارفين ان مثلا ممكن تقعد يوم كامل في التصوير، عايز اعرف مثلا بتنظم ازاي ده؟ بص، هو الموضوع ما بدأش معايا من 5 سنين، يعني ممكن من 5 سنين دي انا بدأت ان انا اجيب كاميرا. الموضوع بادئ معايا من موهبة انا حابب ان انا اعملها من وانا صغير، ودي حاجة كنت انا بتبعها في ان احنا كان عندنا كاميرا ديجيتال مثلا في البيت، فدي حاجه كانت بتخليني اللي هو انا ممكن اجرب اصور صحابي، ممكن نتصور صور عائليه خروجات. فالموضوع بدا يتطور معايا لحد وقت دراستي. انا كنت طبعا كان وقت الدراسه وكان في وقت اللي هو مبقاش في دراسه، احنا في اجازه، فانا كنت بحاول ان انا اطور من نفسي على قد ما اقدر في مجال التصوير. طب وقت الدراسه مثلا لقيت صحابك، يعني صحابك مثلا كانوا بيشوفوا حد تاني يصورهم بما انك مثلا كنت لسه مبتدئ، ولا كان بيدعموك؟ يعني انت اكيد هتلاقي كان الناس ما كانش بتاخدك برضه عشان كنت لسه مبتدئ. بص حضرتك، هو انا مثلا اللي كان بيدعمني مثلا في الموضوع ده في ان انا اصوره او كده، كان بالنسبه لي الامر عادي. بالنسبه لي الفكره كلها في اللي ما جابنيش، هل هو ما جابنيش ليه؟ اكيد مثلا الشخص الثاني في حاجه زياده عني، في تطور في العده، فانا بستغل النقطه دي في اني بحاول ان انا اطور من نفسي. بتحاول تشوف اللي ناقص عندك مثلا وتكمله. بالظبط. مجال التصوير مفتوح. في تطور دايما طبعا. العلم العلم كل يوم. كريم كان سايب صور بره مع الكنترول، عايزين برضو نشوفها وتقول لنا الصور ديت. يعني مثلا كل صوره زي ما هتتعرض دلوقتي قدامنا خدت مثلا الصوره ديت بتاخد منك وقت قد ايه في التصوير وفي الاديت؟ وريت نركز عليها كويس. الصوره في التصوير ما بتاخدش وقت، هي بتكون حوالي في 2 دقيقة ولا حاجه. اسمها ايه في التصوير؟ دي دبل اكسبوجر. قولها تاني كده بس بالراحه. دبل اكسبوجر. تاخد منك وقت قد ايه مثلا في التصوير؟ ديت بتاخد حوالي 2 دقيقة عادي، يعني على مخاطر، على حسب مثلا الوضعيه الاولانيه واقفل الوضعيه الثانيه وبصور. دي صوره بتكون دايركت كده من الكاميرا. الصوره دي لسه جديده، الناس لسه يعني مكتشفينها جديد، والارسام بيحبوها جدا. اكيد طبعا اكيد. بس انا خدت الفكره ديت من شخص مشهور جدا وفوتوغرافر كبير اسمه ابو طالب. طب دايما بتابع. لو مثلا زي الصوره كده ان هو حاجه جديده وترند مثلا، او لو حد طلبها منك كتير بتعملها ولا بتقول له لا؟ يعني لا طبعا. صح. لا طبعا. صح. يعني لو هتتكرر كتير مش هتبقى. لا انا بعملها له بس بالاضافه مثلا ان انا بقدم له صور تانية، يعني مثلا في افكار تانية بقدمها له بس مش بزعله. في صوره كمان اشرح لنا كده. الوقت ده كان الجو اصلا بيمطر علينا في السيشن ده، كان خلاص كان وقت الغروب في مشاكل في الجو وكده. اكيد طبعا. المكان اصلا اوبن فالهواء اصلا تعبنا. اكيد ايوه. في صوره برضو الصور كده. طب دي مثلا يا كريم مثلا خدت منك وقت قد ايه؟ تظبيط في الصوره مثلا، عرف الساده المشاهدين، لان في ناس مثلا بتقول لك ان انت بتاخد الفلوس دي ليه؟ ما انا اروح اتصور في استوديو بحاجه قليله وخلاص. لا طبعا. الصوره دي مثلا بتاخد اديت مثلا من ربع ساعه نص ساعه. الصوره الواحده بتعمل لها ريتاتش كامل وسكين تون عشان خاطر تطلع بالشكل ده كده. طيب بنشكركم طبعا. في صوره بس سريعه كده لزياد عشان انا جبتها له وهو مش عارف ان هي معانا. الصوره دي زياد، ايوه انتوا بتتعبوا جدا، يعني انت مثلا يعني في ناس بتفكر انت بتاخد الصوره وانت واقف وفي ثواني وكده. عندك استعداد تتعب اكتر وتخاطر اكتر من كده عشان ترد عليهم؟ ايوه. بص حضرتك، هو انا عامه مش هعمل فكره سيشن زي دي وليه حاجه مره واحده. انا اصلا بحضر لسيشن تاني، ممكن اقول اسمه ولا عادي؟ ايوه. بحضر سيشن تاني لزياده الوعي في الكورونا. تمام. عايزين نعمل ترابط شويه بين الناس. والصوره دي اصلا كان توقيتها صعب، احنا الصوره دي تقريبا كانت الساعه 4 بالليل.
طبعا بنشكركم معانا ما احنا على عشان الوقت يعني بنشكركم طبعا معانا وباذن الله هتكونوا معانا تاني في التطور باذن الله ان شاء الله تصوروا ويبقى معانا باذن الله شرف ليا جدا انتظرونا ان شاء الله الاسبوع المقبل وحديث جديد في خطوه لقدام خطوه لقدام